أهلا وسهلا بكم في نشرة جديدة من صفحتكم اندماج صوت الجاليات العربية في النمسا زار الرئيس النمساوي ألكسندر فاندر معسكر منتخب بلاده لكرة القدم قبل انطلاق تصفيات كأس العالم في القارة الأوروبية غدا الخميس الرئيس أعرب عن ثقته في منتخب بلاده ورغبته في الوصول الى كاس العالم في قطر 2022 ومن المقرر ان يستهل منتخب النمسا لكره القدم مشواره في تصفيات كاس العالم بمباراه مع منتخب اسكتلندا غدا منتخب النمسا يقع في المجموعه السادسه للتصفيات الاوروبيه والتي تضم الدنمارك اسكتلندا اسرائيل ايرلندا ومولدوفا وقد شكر الجهاز الفني واللاعبون الرئيس النمساوي على حضوره الى معسكرهم وعلى كلمات التشجيع وقد تعهدوا له بالعمل على رفعة اسم النمسا في كرة القدم والوصول الى نهائيات كأس العالم في الدوحه العام القادم وتحقيق مركز جيد أكد رادولف أنشوبر وزير الصحة النمساوي موافقة الحكومة والمحليات على قواعد جديدة مشددة للتصدي لارتفاع الإصابات بوباء كورونا خاصة في الولايات الشرقية على أن تدخل هذه القيود حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت وقال أنشوبر أن الإجراءات تستهدف تخفيف العبء الزائد على المستشفيات مع بلوغ السعة القصوى بالفعل في وحدات العنايه المركزه في فيينا وبرجنلاند والنمسا السفلى واشار الوزير الى اتفاق الحكومه مع حكام الولايات على فرض حظر تجول صارم طوال اليوم كما هو الحال في حاله الاغلاق الشديد وذلك اعتبارا من يوم السبت حيث يجب تطبيق الاستثناءات المعتاده فقط مع الغاء كافه احتفالات عيد الفصح، ولفت الوزير إلى إغلاق المحال التجارية في الأسبوع الأول من إبريل، مع بقاء محال البقالة للمشتريات اليومية والصيدليات وبائعي التبغ. وذكر الوزير أنه بالنسبة للمدارس، سيتم تمديد عطلة عيد الفصح لمدة أسبوع واحد، وبعد ذلك ستبقى المدارس في التعلم عن بعد لمدة أسبوع آخر، مشيراً إلى إلزام الطلاب والمعلمين بإجراء الفحص الطبي قبل العودة إلى الدراسة، إضافة إلى قيود ارتداء الكمامة الطبية. ومن جانبه قال المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن فيروس كورونا سيبقى معنا لبعض الوقت، مشيراً إلى أن النمسا استعدت جيداً لهذه الحقيقة. من خلال التوسع في مراكز الفحوصات الطبية في كل الأماكن وبطرق سهلة وكان وزير الصحة رادولفون شوبر قد عقد قمة حكومية مع حكام الولايات الثلاث الأكثر إصابة وهم ميخائيل لودفيج حاكم فيينا وهانز بيتر ديسكوزيل حاكم ولاية بورجن لاند ويوهانا ميكل لايتنر حاكمة ولاية النمسا السفلي وقد تم مناقشة وضع البلاد في ظل أجازة عيد الفصح، وتم الكشف عن وصول طاقة الاستيعاب في وحدات العناية المركزة إلى مرحلة الخطر مع عدم توفر أي سرير إضافي في أي مستشفى في فيينا، وقد أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3289 إصابة جديدة وثلاثين حالة وفاة بفيروس كورونا خلال أربعة وعشرين ساعة وقال بيان لوزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ خمسمائة وثلاثة وعشرين ألفا ومائتين وتسعة وستين حالة وقد تعافى منها أربعمائة وثمانين ألفا وخمسمائة وسبعة وتسعين حالة بينما توفى تسعة ألاف ومائة وواحد وخمسين حالة وقد تلقى تطعيم لقاح كورونا حتى الآن مليونا وثلاثمائة واربعة وخمسين ألفا وستمائة واربعة وتسعين حالة وقد استمر الوضع الحرج في مرضى العناية المركزة والذين يبلغون حاليا ربعمائة وسبعة وأربعين حالة وقد تم الانتهاء من تطعيم 1.3 مليون مواطن بلقاح كورونا الجرعة الأولى منهم 330 ألفا تحصين كامل وذلك بنسبة 13% من سكان البلاد وحملة التطعيم في النمسا تتسارع وسوف تشهد الأي الأسابيع المقبلة بحسب وزارة الصحة مضاعفة كميات توزيع اللقاحات الأسبوعية بمقدار أربعة أضعاف، وتقول الوزارة أن الهدف العام هو أن يحصل ثلث السكان على جرعة واحدة على الأقل بحلول نهاية يونيو المقبل، وأوضحت الوزارة أن الأولويات يتم تحديدها وفقا للفئات العمرية مع الأخذ في الاعتبار الفئات التي تتعرض لخطر واسع في حالة الإصابة بسبب احتياجهم على الفور إلى وحدات العناية المركزة. ألقت الشرطة النمساوية اليوم القبض على 14 مهاجرًا غير شرعي من السوريين أثناء عملية تهريبهم بسيارات أجرة من الحدود المجرية النمساوية إلى العاصمة فيينا، وقال بيان للشرطة النمساوية أنه تم اعتقال ثلاثة مهربين خططوا لتهريب المهاجرين وهم كرواتيان وصربي ويعملون في قيادة سيارات الأجرة، وأشار البيان إلى أن الكرواتيين والصربي اعتادوا تهريب المهاجرين من ولاية بورجنلاند بالقرب من الحدود مع المجر إلى العاصمة فيينا مقابل 200 يورو من كل مهاجر. وذكر البيان أن الكثير من سائقي السيارات الأجرة تحولوا مؤخراً إلى هذا العمل غير المشروع بعد حدوث زيادة ملموسة في عمليات تهريب البشر من الحدود مع المجر إلى العاصمة فيينا. لافتا إلى أنه بالنسبة للعديد من اللاجئين فهذه هي المرحلة الأخيرة في رحلتهم إلى وسط أوروبا وأشار البيان إلى أنه تم استيقاف ثلاثة سيارات أجرة في فيينا في ساعة متأخرة من الليل بعد ورود معلومات عن عملهما في نقل مهاجرين غير شرعيين تحت جنح الظلام حيث يعمل السائقون ضمن وفية مافيا دولية تعمل في الإتجار في البشر وذكر البيان أنه تم وضع الصور الإلكتروني في أقدام السائقين على الفور واقتيادهم إلى السجن بينما طلب السوريون الأربعة عشر اللجوء إلى النمسا وتم نقلهم إلى مركز احتجاز أيزنشتاين شكرًا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في تقارير إخبارية جديدة من صفحتكم اندماج تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وإلى اللقاء